السلام عليكم، كيدايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم ام اخلاص. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم المعلكه بكاوكاو والكاكاو اللي كتجي هكا مشقه ورائعه وديده من الداخل ومعلكه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، فخليكم معايا. فعلى بركة الله هنا غادي ناخد كيلو ديال الكاوكاو اللي داك الصغير، يعني بقشور ديالو اللي كنسخنو في الفران، يعني ما تنحمروش وكنطحنو هكا بالقشور ديالو، فكيعطي واحد اللذة هائلة. كنوضعو في القصرية بالنسبه للسنيده، فهنا غادي نحتاج جوج كيسان ديال السنيده، بقياس ديال الكاس ديال العنبه جوج كيسان، والكاس الثالث ما غاديش يكون عامر تقريبا فيه نص واحد شويه. كنضيف عليهم واحد 3 معالق تقريبا ديال الماء الزهر، بالنسبة للكونفيتي ديال المشماش هنا خديت تقريبا 2 معالق كبار. غادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، كنضيف واحد القبيصة ديال الملح بطبيعة الحال، بالنسبة للخمارات فأنا عندي 2 خمارات حمرين ديال الحلويات، بالنسبة للبيض فهنا أنا عندي تقريبا 5 بيضات أو 6، هنا على حساب، يعني غادي نبقى نضيف البيض حتى كتجمع لي العجينة ديالي وكنخليوها خفيفة، ما نخليوهاش قاصحة باش كتجينا الغريبة ديالنا معلكة. تنخلط هدوك العناصر مزيان حتى كيمتزجو. وهنا كنبدا كنضيف البيض كيف ما كتلاحظ معايا، فغنضيف هنا 2 بيضات اولا 3 حتى كنجمع العجين اولا الحلوه ديالي. الا كان خاصني نضيف انا غادي نزيد حتى كنحصل على واحد العجين اللي تكون خفيفه. Thank you.
اذا كيف ما كتلاحظوا معايا تقريبا فانا استعملت تقريبا 5 ديال البيضات، فتبقى على حسب يعني الحجم ديال البيض الا كان صغير او كبير. كيف ما كتشوفوا العجين ديالنا خاصها تكون بهذا القوام هذا. هنا غادي ناخذ شويه ديال ما الزهر، وهنا تيكون عندي السكر كلاصي سبيسيال باش كتجينا ناجحه. العادي راه ما غاديش يعني تخرج لكم مزيان. وكنبدا كناخذ القليل من الزهر بحال هكا غير باش ما تلصقش لينا، وتنحاول انني نكورها بهذا الشكل هذا. كنوضعها في السكر كلاصي مباشره. غادي نبدا كندوزها في السكر كلاصي مزيان من جميع يعني كلها من جميع الوجوه ديالها. انا من بعد ما كملت يعني تشكيل ديال الغريبه ديالنا كتجينا على هذا الشكل هذا، كنحاول ان نبسطو قليلا كيف ما كتلاحظوا بالاصبع ديالنا. هنا غادي ندخلها الفران لتحت حتى كتشقق، عاد كنطلعها تكمل الطياب ديالها. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الغريبه ديالنا كيف ما كتلاحظوا، كتجينا مشققه وكتجي معلكه من الداخل، هشيشه ورطبه ولذيذه بطبيعه الحال. كنتمنى انكم تجربوها بالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.